11 صباحا بتوقيت القاهرة، عرض ليهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. يتوافد المتظاهرون على محيط جامعة القاهرة للمشاركة في المظاهرة التي دعت لها الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية تحت شعار معا ضد العنف. هذا وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها في المظاهرة بتمثيل رمزي. على الجانب الآخر، دعت قوى سياسية معارضة للتظاهر تحت شعار كش ملك أمام قصر القبة للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة وإقالة وزير الداخلية. من جانبه، قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن مظاهرة اليوم تأتي لرفض العنف الذي يسود الشارع المصري ودرء ما وصفه لغة الاستبداد التي تسود الشارع المصري. كما أكد دربالة في تصريحات صحفية رفض الجماعة الإسلامية في الوقت ذاته الأداء الضعيف للحكومة، مضيفا أن استمرارها سيؤدي إلى انهيار الدولة، وذلك على حد قوله. من جانبه، ناشد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ناشد كل القوى السياسية والثورية الداعية إلى التظاهر اليوم الاطلاع بدورها الوطني والتزام السلمية. وأكد اللواء عبد اللطيف التزام الوزارة بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين المنشآت العامة والخاصة وإيمانها بحرية التعبير السلمي عن الرأي. قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور إن اجتماع حزب النور وقيادات جبهة الإنقاذ ناقش ضمانات جدية للحوار الوطني. وأضاف بكار في مداخلة مع الجزيرة مباشر مصر أن جلسة أخرى ستعقد مع قيادات جبهة الإنقاذ تمهيدا للحوار. كما أكد بكار أن حزب النور وجبهة الإنقاذ اتفقا على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وأن استمرار الحكومة الحالية يؤدي لمزيد من التخبط. قوله ممكن أن يقوله أن جلوسنا مع الرئيس كان مثمرا، وسيادته تحدث وقتها عن أنه لا خطوط حمراء على أي بند من بنود المبادرة، وأنا أكرر هذه المرة الثانية بكل ما تضمنته هذه المبادرة من بنود لا خطوط حمراء عليها. والأمر الثاني أن كل الضمانات المعقولة متاحة أيضا ومقبولة، وهذا ما طرحناه اليوم مع زملائنا في سائر أحزاب جبهة الإنقاذ. تكلمنا عن كيفية ضمان جدية هذا الحوار، ما يمكن أن يلزم به المشاركون في الحوار، هل يمكن الحديث عن شخصيات مستقلة تدير هذا الحوار وترعاه وتضمنه. كل هذا كان مطروحا اليوم، وإن شاء الله في جولة أخرى. من جانبه، قال خالد داود المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ إن قيادات الجبهة وحزب النور توافقوا على ضرورة إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتعيين نائب عام جديد من خلال الطرق الشرعية عبر المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف داود أن حزب النور سيتوجه بنتائج اجتماعه إلى الرئاسة، وأن الجبهة بصدد عقد اجتماع آخر يومي الأحد أو الاثنين المقبل لبلورة أجندة للحوار الوطني والحصول على موافقة باقي القوى السياسية. نعم، أعتقد أن احنا بداية نقدر كثيرا الجهود التي يقوم بها حزب النور وفي التواصل بين جبهة الإنقاذ وبقية القوى على الساحة السياسية، بما في ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية. ويعني نحن وصلنا نقاش حول جدول أعمال مقترح من أجل الاستجابة لدعوة حزب النور للبدء في حوار مع مؤسسة الرئاسة. وبالطبع نحن سنقوم بعرض ما توصلنا له من ضرورة وجود أجندة واضحة لأي حوار مستقبلي مع مؤسسة الرئاسة. سنعرض تلك النتائج على بقية أعضاء جبهة الإنقاذ في اجتماع نعقده مطلع الأسبوع المقبل. ولكن الاتفاق مرة أخرى كان على ضرورة أن تتضمن الأجندة ضرورة إقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكذلك الاتفاق على ضرورة إقالة النائب العام وتشكيل لجنة للنظر في.
دعا البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، دعا كافة الأطراف السياسية في البلاد إلى التحلي بالحكمة للخروج من الأزمة السياسية القائمة. واستنكر البابا في تصريحات صحفية دعوات العصيان المدني والاعتداء على منشآت الدولة. وأوضح البابا أن الاعتداء على المنشآت يزيد من تردي الوضع الحالي للدولة. أكد مصدر برئاسة الجمهورية للجزيرة مباشر مصر أن الدكتور هشام قندير رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعيين الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وأضاف المصدر أن رئيس الجمهورية قرر انتداب عدد من السفراء للعمل كمتحدثين باسم مؤسسة الرئاسة. انتهى موجز الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع جزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء بحول الله.